يعني نسيت أذكر بالمحاضرات السابقة إنه إحنا طريقة دراستنا للتشريح هي عبارة عن مناطق، أوكي؟ يعني إحنا من ندرس التشريح ما ندرس مثلا المنطقة اللاترال أو المنطقة البوستيرير أو المنطقة الانفيرير أو المنطقة السوبيرير أو الانتيرير، لا، ندرس مثلا ريجينات. مثلا آخر محاضرة أو المحاضرة السابقة أخذنا بها الباروتيد جلاند أو الباروتيد ريجين اللي هي هنا، تمام؟ ما اخذنا بس الباروتيد جلاند، لا، اخذنا الاشياء المحيطه بالباروتيد جلاند، اخذنا الاتصالات الكوميونيكيشنز اللي ترتبط بالباروتيد جلاند، شنو السنسر انرفيشن مال الباروتيد جلاند، مثلا شلون تمتد، شلون شكلها الى اخره. فخلال هاي المحاضره راح ناخذ منطقه اسمها التمبورال فوسا اللي هي مؤشره بالاخضر. يعني احنا من راح نقرا التمبورال فوسا ما راح نقرا بس تركيب واحد منها، لا، راح نقرا المنطقه كامله وارتباطات هاي المنطقه بالمناطق الثانيه، اوكي؟ يعني هو اكو طريقتين لدراسه التشريح. مثلا طريقه نروح مثلا على النيرف، مثلا الفيشال نيرف، اوكي، نبدي نشوف مسار الفيشال نيرف، من يطلع، من يمتد، وين يتوزع الى اخره. نقدر نقرا هيك، او نقدر نقرا مناطق، مثلا في التمبورال ريجن مثلا يفوت كذا نيرف كذا نيرف. فاحنا بعدين من نكمل هاي المناطق راح نشوف انه المعلومات اكتملت كلهن، كلهن صارت كامله وكلهن جمعت وكل الاشياء صارت مرتبطه. فلهذا محاضرات التشريح كلش مهمه ان نقراها بالتتابع، ويعني كلهن مهمات ما بيها وحده مو مهمه. فمحاضرتنا هذا اليوم هي اسمها تمبورال فوسا. احنا حاليا نفس كل مره بنباوع على اللاترال فيو اوف ذا فيس، اوكي؟ بنباوع هذا المربع او تقريبا شبه الدائري او شبه مربع الشكل بالاخضر، هذا هو التمبرال فوسا. فوسا معناها حفره، اوكي؟ وتمبرال قلنا اكو عظمه هنا اسمها التمبرال، زين، او سكوينس بارت اوف تمبرال. هنا ايش يقول؟ يقول اتس ا فان شيبت، يعني تشبه المروحه، سبيس ات ذا لاترال سيرفيس اوف ذا سكال، اوكي؟ فان شيبت سبيس ات ذا لاترال سيرفيس اوف ذا سكال، منطقة تشبه المروحة موجودة على الجانب الوجهي. زين، خلي نباوع هاي التمبورال فوسا شنو بيها. أول شيء خلي نحدد العظام، ليش؟ لأن احنا كلهم ماخذين والمفروض هسه حفظناها. مثلا هاي هي الفرونتال بون، أوكي، هاي هي الباريتال بون، هاي هي التمبورال بون، هذا هو الجريتر وينج أوف سفينويد بون، أوكي، هذا الزيجوماتيك آرج، هذا الريموس أوف ذا ماندبل، هذا البادي اوف ذا ماندبل، اوكي، هاي المنتال فورامن اللي هي قلنا منتال معناها منطقه الحنج، هاي الانفرا اوربيتال فورامن اللي يعني تحت العين، اوكي، السبرا اوربيتال هنا المفروض هنا بس هي ما بين، اوكي، السبرا اوربيتال فورامن هم ماخذيها. زين، بعد ايش دنباوع؟ دنباوع الاكسترنال اودياتوري ميتوس، فتحه الاذن الخارجيه، دنباوع على الماستويد بروسيس، تنباوع على الستايلويد بروسيس اللي قلنا الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس بيناتهم فتحة اسمها ستايلو ماستويد فورامين اللي يطلع من عندها الفيشال نيرف، وقلنا الفيشال نيرف هو النيرف المسؤول على المسلز اوف فيشال اكسبريشن، على العضلات اللي تعطي تعابير الوجه، وعددناها قلنا اثنين اوربيكولاريس اور اثنين اوربيكولاريس، وحده اورس وحده اوكلي، اوكي، مثلا ديبرسر لابي، ديبرسر انجلي، الفيتر لابي، الفيتر انجلي، رايزوريوس الى اخره من العضلات مال الفيشال اكسبريشن اللي يتحكم به الفيشال نيرف. كذلك عرفنا انه اكو عضلات ثانيه اللي هي العضلات تكون مسؤوله عن عمليه المضغ، يصلح لها مسلز اوف ماستيكيشن، قلنا المسلز اوف ماستيكيشن يتحكم بها، يتحكم بها الماندبولار برانش من الترايجمينال، وقلنا الترايجمينال هو المسؤول على اعطاء الوجه احاسيسه، يعطي النيرفات اللي تطل للوجه الاحاسيس. فالترايجمينال نيرف بثلاث اقسام، هم قلنا الاوبثالميك والماكسيلاري والمانديبولار. المانديبولار هو اللي يعطي المسل اوف ماستيكيشن، عندنا المسل اوف ماستيكيشن عرفناها، من ضمن المسل اوف ماستيكيشن كانت عضله هنا صايره اسمها التمبوراليس. من اسمها قلنا ليش تمبوراليس؟ لان موجوده بمنطقه التمبورال اريا، وعندنا اخذنا بعد الماستر اللي هي موجوده هنا، والميديال تيريجويد واللاترال تيريجويد، اوكي، يعني كلهن اخذناهم بالمحاضرات السابقه. فهسه خلينا نجي نباوع على التمبورال ريجن، اوكي،
أو temporal fossa. الدمبوع، دمبوع أكو مثل الخط الخفيف اللي دا يحيط بيها، خطين خفيفات دا يحيطن بيها من فوق، أوكي؟ مثل التفات داير مدايرها. زين، أول واحد الخط العلوي من عندهن اللي هو هذا، هذا اسمه superior temporal line، أوكي؟ superior temporal line، أوكي؟ اللي جوا هذا inferior temporal line. superior قلنا على temporal هي المنطقة اللي نحكي بيها، line معناها خط كلش منطقي. زين، بعد الدمباوع، دمباوع انه اكو اكثر من عظمة مشتركة بهاي المنطقة. اول وحدة دمباوع اكو الباريتال بون اللي هي من عظام السكال، اوكي؟ دمباوع على temporal bone، دمباوع على the greater wing of sphenoid bone مبين همية، ودمباوع على الفرونتال بون اللي هو هذا. زين، كل هاي العظام تشترك بمنطقة واحدة. هاي المنطقة نلاحظ انه اكو ارتباطات، يعني مثلا هاي منا جاية من هنا، هاي جاية من هنا، هاي جاية هيج وهاي جاية هيج، كلهن مرتبطات بمنطقة واحدة. هاي الدائرة الصغيرة اللي هي منطقة ارتباط هذني العظام يصيحوا لها التيرين، هذا يصيحوا لها التيرين. التيرين هي منطقة كلش مهمة. ليش منطقة كلش مهمة؟ لأن التيرين هي أول شيء تمثل منطقة ارتباط بين عظام السكال من الجهة اللاترال، أوكي؟ هاي أولا. ثانيا التيرين تكون أضعف منطقة باللاترال view of the skull، أضعف منطقة lateral view of the skull. زين، شنو ليش هاي ضعيفة هاي المنطقة؟ هاي المنطقة إذا صارت لا سمح الله ضربة، أوكي، إذا أي أحد انضرب بهاي المنطقة، أوكي، اللي هي منطقة التيرين، هاي الضربة ممكن تسبب لنا هيماتوما. هيماتوما شنو معناها؟ هيماتوما هو تكتل دموي، أوكي، أو كتلة دموية تصير. هاي الكتلة من تتضخم او من تصير ممكن تضغط على الدماغ وتسبب يعني كوما مشاكل، اوكي؟ فمن يعني وحده اتذكر هسه، يعني من اتذكر هذا هاي المحاضره ذكرت انه جاب لنا سؤال بوقتها، قال اكو هيماتوما، اللي هو الدكتور محمد عبيد، قال اتذكر يعني هم بالفصلي، قال شخص تعرض للاصابه، هاي الاصابه كان عرفه بعدين انه هي بسبب هيماتوما، وهذا الهيماتوما كان يضغط على الدماغ، فوين تقترح انه هو مكان الاصابه كان؟ فالجواب الصحيح راح يكون انه مكان الاصابه على الاكثر كان بمنطقه التيرين، اوكي؟ على الاكثر يعني مو اكيد، تمام؟ ليش؟ لان هي هاي المنطقه تسبب هيماتوما من تنضرب عليها اغلب الحالات. زين، هسه عرفنا انه اكو منطقه ضعيفه the lateral view of the skull يصيحوا لها التيرين. شنو هاي المنطقة؟ هي منطقة متكونة من ارتباط أكثر من عظم، اللي هو عظم الباريتال، عظم الفرونتال، greater wing of sphenoid، والتمبرال بون. زين، بعد ايش دمباوع بهذا السلايد؟ دمباوع هم من عدة عظام، اللي هم كل هاي العظام احنا ماخذيها قبل، مثلا الاوكسيبيتال بون، مثلا قلنا الرينوس اوف ذا ماندبل، الماكزيلا بون، الزاجوماتيك بون، اوكي، هاي الاوربت والعظام اللي تكون الاوربت، لاكريمال بون، ماكزيلاري، اثمويد بون الى اخره، هو اللسر وينج اوف سفينويد مثلا الى اخره من العظام، النيزالس بون هم نقدر نشوفه، الالفيولر بون اوف ذا ماكزيلا، الفيولر بروسس اوف ماكزيلا، الفيولر بروسس اوف ذا ماندبل، كلها نقدر نشوفها. فكل سلايد احنا لازم نفصله ونشوف مكوناته، انا بدي نقدر نربط ويا بقيه المحاضرات. زين، خلينا نباوع على الباوندريز او الحدود مال التمبرال فوسي. زين، اول شيء التمبرال فوسا محاطة بفيشيا، أوكي؟ شنو معنى فيشيا؟ فيشيا معناها غلاف أو غطاء أو محفظة، أوكي؟ تغطي من فوق حماية وتربط أعضائها مكوناتها سوى. زين، لا نجي نباوع على هذا الرسم. هاي الفيشيا، هذا اللون الخفيف اللي هو الفوق، هاي هي الفيشيا. نلاحظ أنه الفيشيا مرتبطة، إذا نباوع كل زين، مرتبطة superior temporal line. ليش؟ لان قلنا احنا الحدود ما temporal fossa بها خطين من فوق، خط علوي وخط سفلي. خط العلوي يصبح له superior temporal line، والخط السفلي يصبح له inferior temporal line، اوكي؟ فالtemporal fascia
ترتبط بالسوبيريور تمبورال لاين. تمام زين، خلينا نشوف ايش دا يقول. هو يقول الباوندريز مال تمبورال فوسي سوبيريورلي التمبورال لاينز. اذا التمبورال فوسي سوبيريورلي بالجزء العلوي مال تمبورال فوسي، منو موجود بالحدود اللي هو هذا؟ موجوده التمبورال لاينز. شو يقول؟ يقول arching between zygomatic process of a frontal bone and supramastoid crest of temporal bone. زين خلينا نجي نفسر هذا الحكي. يقول التمبورال الحدود السوبيريور مال التمبورال فوسه منين تمتد؟ تمتد من الزايغوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون. احنا ايش قلنا؟ قلنا من نقول زايغوماتيك بروسيس مثلا اوف فرونتال بون معناه منين جاي؟ معناه اوف فرونتال بون مثلا من هذا. اوكي هذا البون، هذا هو الفرونتال بون. زين قلنا زايغوماتيك بروسيس يا هو قلنا هذا مثلا هذا رايح باتجاه عظمه الزايغوماتيك، ايش راح نصيح له؟ راح نصيح له زايغوماتيك بروسيس اوف فيا بون اوف فرونتال بون. زين حددنا الحد الاول، اذا السوبيريور الحدود السوبيريور مال تمبورال فوسا تبدي من هنا. ماشي تبدي من هنا تفتر اوكي توصل لهنا. قايل بعد شنو؟ تمتد مين؟ من الزايغوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون اند ذا سوبرامستويد كريست اوف تمبورال بون. الكريست يعني كل العظام، الكريست معناها قشره، معناها الحرفي قشره، بس الكريست هنا نستخدمها على الحافه مال الاتصال اوكي بين العظمين. فهنا زي يقول يقول سوبرا ماستويد كريست، سوبرا جايه من سوبيريور معناها علوي او اعلى، ماستويد اللي هو هذا الماستويد بروسيس اوكي، وكريست معناها الحافه. اذا هاي الحافه تمام. اذا الحدود السوبيريور مالتها مال التمبرال فوسي من هنا. زين من موجود؟ موجود التمبرال لاينز. مين تمتد التمبرال لاينز؟ تمتد من الزايغوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون لحد السوبراماستويد كريست. زين حددنا هسه الحدود السوبيريورلي. الانفيريورلي، انفيرير يعني شنو؟ يعني اسفل. زين يعني هنا بهاي المنطقه شنو موجود؟ بهاي المنطقه اسفل التمبرال فوسي موجود الزايغوماتيك ارش laterally okay انتبه and infratemporal crest of greater ring of sphenoid medial. دي شي تي قال لان اول شيء التمبرال فوسي مو مثل ما مبين بهاي الصوره، هسه مبين مثلا بغير صوره مثلا بهاي الصوره اوكي. هاي هي التمبرال فوسي اوكي، هاي كلها التمبرال فوسي. زين قلنا الحدود الانفيريور مالتها هو الزايغوماتيك ارش اللي هو هذا تمام، هذا هو الزايغوماتيك ارش. فاذا ننتبه كل الزين النزله من هنا مو الزايغوماتيك ارش ما لازق بالانفرا تمبرال فوسي وانما طالع عليها، يعني طالع لي قدام، يعني هذا صار لي قدام وهاي التمبرال فوسي لي ورا، فهنا حيصير اكو فراغ. وين هذا السهم الازرق؟ هذا فراغ اوكي ما مغطي عظم، فهذا الفراغ هو الانفيريور بوردر اوف تمبرال فوسي. زين شنو موجود بهذا الفراغ؟ هو ليش هيك قسمها؟ قال لاترالي موجود الزايغوماتيك ارش اوكي، وميديالي شنو قال؟ قال الميديالي موجود الانفرا تمبرال كريست اوف جريتر لينك اوف سفينوت. الانفرا تمبرال كريست ما مبينه بهاي الصوره بس مبينه وين؟ مبينه بهاي الصوره، هاي هي الانفرا تمبرال كريست. لاحظ احنا قلنا كريست معناها قشره او حافه، هاي هي الانفرا تمبرال كريست اوف جريتر لينك اوف سفينوت. هذا هو الجريتر رينج اوف سفينويد بون، هذا الاصفر هو الجريتر رينج اوف سفينويد بون اوكي. فهاي الحافه مالته هي الانفرا تمبرال كريست اوف سفينويد. اذا لاترالي بالانفيريور باوندري اوف تمبرال فوسي لاترالي موجود الزايغوماتيك ارش، يا هو الزايغوماتيك ارش هذا الزايغوماتيك ارش. زين وميديالي شنو موجود؟ موجود الانفرا تمبرال كريست اوف سفينويد بون. زين إذا عرفنا هسه الباوندريز السوبيريور والباوندريز الانفيريور. زين نجي هنا ايش يقول؟ يقول انتيريورلي شنو موجود انتيريورلي؟ موجود الفرونتال بروسيس، موجود الفرونتال بروسيس اوف زايغوماتيك بون. اوكي ايش قلنا؟ قلنا فرونتال بروسيس اسم البروسيس يكون باتجاه العظم اللي رايح له، اوف منو؟ اوف زايغوماتيك بون، هاي هي زايغوماتيك بون. إذا يقصد
الانتيرير باوندري تبدي من هنا اوكي اوف زيجوماتيك بروسس اوف فرونتال بون، هذا يمثل الانتيرير باوندري مال تمبرال فوسي اوكي زين اند زيجوماتيك بروسس اوف فرونتال بون ويا هذا اوكي، هاي المنطقه هي الانتيرير بوردر اوف هذا زين. ميديالي شنو موجود؟ ميديالي احنا قلنا بالجهه اللي الميديال دائما يكون باتجاه النص اوكي، فهنا ايش مكتوب بين قوسين؟ مكتوب كلمه فلور اوكي، مكتوب كلمه فلور ارض او سطحيه اوكي، فالفلور يقصد بها هاي المنطقه بالضبط، هاي المنطقه هاي اللي بها العظم واللي بها الفيشيا اوكي، هاي المنطقه شنو موجود بها؟ يقول هاي المنطقه العظميه اللي بها البارايتال بون والتمبرال بون، هذا التمبرال هذا البارايتال هذا الفرونتال هذا الجريتال اوكي، اللي بها هاي المناطق اللي بها هاي العظام هي تكون لنا الفلور اوف ذا تمبرال فوسيل تمام. شو يقول من متكون الفلور او الميديال باوندري مال التمبرال فوسي؟ اذا قال الميديال باوندري اوف تمبرال فوسي واذا قال الفلور اوف تمبرال فوسي، تتخيلوها تخيلوها كبيت اوكي، هذا البيت التمبرال فوسي هو هذا البيت اوكي، انفيريرلي شنو موجود؟ موجود الزايجوماتيك ارش لاترالي والانفرا تمبرال كريست اوف سفينويد بون ميديالي اوف جريتر انك اوف سفينويد بون ميديالي زين. انتيريرلي شنو موجود؟ موجود الفرونتال بروسيس اوف زايجوماتيك والزايجوماتيك بروسيس اوف فرونتال تمام. سوبيريرلي شنو موجود؟ التمبرال لاين سوبيريور تمبرال لاين والانفيريور تمبرال لاين اوكي زين. هذا البيت كله هذا هنا شنو موجود؟ هذا يمثل ان الفلور اوكي، هذا الفلور شنو موجود؟ موجود الفور بونز اللي هي الفرونتال بون هاي، الباريتال بون هاي، سكويموس تمبرال بون اللي هي هاي، وال جريتر وينج اوف سفينويد اللي هي هاي، واللي قلنا يرتبط المنطقة اسمها تيرين اوكي زين زين. شو يقول بعد؟ يقول لاترالي، لاترالي قلنا كل شيء لاترال يمثل بعيدا عن السنتر باتجاه الخارج باتجاه السطح الخارجي، فشنو موجود لاترالي؟ موجود التمبرال فيشيا تمام، اللي قلنا التمبرال فيشيا قلنا كل فيشيا هي معناها تغطي او تحيط، فالفيشيا التمبرال فيشيا دائما مرتبطه بالسبيريور تمبرال لاين اوكي، وهي موجوده لاترال، وهاي الباوندريز مال التمبرال فوسي، هاي الحدود مال التمبرال فوسي مو صعبه زين. هسه نجي على الكونتنتس، الكونتنتس هي المحتويات تمام زين. شنو هي الكونتنتس مال التمبرال فوسي؟ خوما يعني هسه اذا شلنا جلد خوما راح نشوف بس عظم، بس فيشيا وعظم لا مستحيله، اكيد هاي الفوسي صارت فوسي بسبب معين زين. شنو بها هاي الفوسي؟ موجوده بها 1 muscle اوكي و 3 nerves و 3 vessels 1 muscle يا muscle منطقيا اسمها temporal fossa، يا muscle راح تكون بها temporalis muscle. شنو هاي temporalis muscle؟ temporalis muscle هي وحده من ال muscles of mastication اوكي، وحده من ال muscles of mastication هاي اتفقنا عليها في المحاضره زين. الثلاثة نيرفز يا نيرفز موجودات بهم، ذيك المحاضرة ذكرت نيرف قلنا اسمه اوريكولو تمبرال نيرف زين. شنو هذا الاوريكولو تمبرال نيرف؟ قلت لكم بالمحاضرات الجاية راح ناخذه، قلنا بذيك المحاضرة انه الاوريكولو تمبرال نيرف هو النيرف المسؤول على السكريتو موتور انرفيشن مال باروتيد جلاند، قلنا اللي هو يخليها تفرز لعاب زين. هذا الاوريكولو تمبرال نيرف وين موجود؟ موجود هنا بهاي المنطقة اوكي، خلي اغير اللون، موجود هنا اوكي. اذا اول نيرف موجود اسمه اوريكولو تمبرال نيرف زين، من اسمه اوريكولو قلنا معناها لها علاقة بالاذن، تمبرال بمنطقة التمبرال منطقيا زين. بعد شنو موجود يا نيرف؟ موجود الزايجوماتيكو temporal nerve. إذا تذكرون بوقتها من دا نشرح الترايجمينال نيرف، قلنا الترايجمينال نيرف مسؤول على السنسري انرفيشن مال الوجه، سنسري انرفيشن مال الوجه ما
من خلال الثلاث أقسام. يا ثلاث أقسام: الأوبثالميك والماكزيلاري والمانتبول. الأوبثالميك قلنا بيه أقسام، يعطينا السبرا تروكليير والسبرا أوربيتال والإنفرا تروكليير. الماكزيلاري كان يعطينا، إذا تتذكرون، كان يعطينا الإنفرا أوربيتال والزايغوماتيكو فيشيال والزايغوماتيكو تمبرال. أوكي، إذا شنو موجود بالتمبرال فوسي؟ شنو العلاقة بالتمبرال فوسي؟ إنه الزايغوماتيكو تمبرال نيرف، هذا الزايغوماتيكو تمبرال نيرف اللي هو برانش من الماكسيلاري نيرف اللي هو برانش من الترايجيمينال نيرف، موجود بمنطقة التمبرال فوسي. أوكي، إذا قلنا التمبرال فوسي تحتوي على one muscle اسمها temporalis، تحتوي على ثلاثة نيرفز، واحد من عندهم اسمه الأوريكولو تمبرال نيرف اللي هو هذا، ثاني واحد من عندهم اسمه الزايغوماتيكو تمبرال نيرف اللي هو هذا. بعد شنو موجود؟ موجود ديب تمبرال نيرف. من هو هذا الديب تمبرال نيرف؟ اسمه جديد علينا، أول مرة يمر علينا، بس هسه نجي شلون نوصفه. الديب تمبرال نيرف هذا اني الثنين، إذا زومنا هنا راح نقدر نشوفه، هذا اني هو الديب تمبرال نيرف الأصفر. أوكي، then deep temporal nerves. زين، خلينا نباوع شلون نقدر نميز بين هذني النيرفات الثلاثة اللي موجودات بمنطقة التمبرال. أول شيء الأوريكولو تمبرال نيرف اللي قلنا يمتد لفوق، أوكي، هذا يمشي superficial to temporal fascia. شنو معنى هاي الجملة؟ superficial to temporal fascia معناها يمشي فوق الفيشيا ما temporalis مصل، تمام؟ يعني إذا نلاحظ إنه بهاي الصورة ما مبين الأوريكولو تمبرال نيرف، ما موجود، هسه راح نشوفها بصور ثانية. ليش؟ لأن التمبرال نيرف يمشي هنا فوق التمبرال فيشي، فوق هذا الغشاء الأبيض هو يمشي الأوريكولو تمبرال. زين، بعد شنو قلنا؟ قلنا زايغوماتيكو فيشيال، لاحظوا زايغوماتيكو فيشيال شلون مساره، جاي من هنا طالع وصاعد دي فوق. أوكي؟ زين، وبعد ديب تمبرال نيرف، من اسمه ديب تمبرال نيرف، ديب معناه عميق. اوكي، فهنا شو يقول؟ يكون الديب تمبرال نيرف يكون عميق او لي جوه اسفل التمبوراليس مصل، لاحظوا شلون يمتد جوه التمبوراليس، فايت جوه ومختفي بعد ما مبين، لان هاي صارت عضله. اوكي، اذا ديب تمبرال نيرف يمتد جوه التمبوراليس مصل. اوكي، الاوريكولو تمبرال نيرف يمشي فوق التمبرال فيشيا زيغوماتيكو فيشيال، زيغوماتيكو تمبرال عفو، هذا مكانه. اوكي، زين، هسه عرفنا انه بيها مصل وحده وثلاثه نيرف، عرفنا النيرفات يا هو اوريكولو تمبرال والزيغوماتيكو تمبرال والديب تمبرال، كلهم بيهم تمبرال لان هن موجودات بمنطقه التمبرال. زين، بعد شنو بي؟ موجود بي ثلاثه فيسلز. زين، اول واحد السوبرفيشال تمبرال فيسل، قبل لا نفوت بهاي الفيسل خلينا نروح لي جوه على الاورده والشرايين. خليني اشكم شنو معناها شرايين، لان هي كان المفروض نشرحها بوحده من المحاضرات السابقه بس بوقتها كان صارت هواي عليكم. خلينا نجي نشوف هذا الوجه. اوكي، نباوع احنا على وجه الانسان، ما عليكم بالكتابات على مدلب تدوخكم. اول شيء هذا الارتري، هذا شريان من اسمه من لونه مبين. زين، هذا يصيحوا له external carotid artery. اوكي، شنو يصيحوا له؟ يصيحوا له external، هاي الاختصار مالته، هذا هاي تجي هنا يصيحوا له external carotid artery. زين، external carotid artery شنو هو الارتريز اللي تغذي الفيس؟ اللي تغذي الفيس نوعين من الارتريز، external carotid artery اللي هو هذا والinternal carotid artery. اوكي، ما موجود بهاي الصوره، واحنا اصلا اغلب المرات ما راح ندرس عليه، بس من نوصل للنك، من نوصل للركبه. اوكي، فاحنا حاليا همنا الوحيد انه نعرف الاكسترنال كاروتيد ارتري. اوكي، الاكسترنال كاروتيد ارتري الارتري شنو؟ ارتري يطلع من الركبه، اوكي، يمشي لفوق، تمام، يعطينا عده برانشات، بس اهم شيء رباط الموضوع وين؟
اني يعني في هاي المحاضرة راح ناخذ فقط ذني للثلاثة. أول واحد راح ناخذ الفيشيال ارتري، أوكي؟ لاحظوا مسار الفيشيال ارتري. الفيشيال ارتري يطلع من هنا، يجي من هنا يطي لهاي الأماكن ويصعد لي فوق إلى أن يوصل زاوية العين، أوكي؟ هذا هو الفيشيال ارتري، أوكي؟ هذا فيشيال ارتري. زين زين، بعد شنو يعطينا؟ يجي الاكسترنال كاروتيد كارتري، يكمل بطريقه يصعد يصعد لي فوق يصعد لي فوق، اخر شيء ينقسم. شو ينقسم؟ ينقسم قسمين. اول واحد هذا الفوق اللي يصعد لي كلش. شو يصلحوا له ذني؟ معلومه بسيطه، انه اي شيء مثلا هذا، اوكي، هذا نصيح له اكس، اوكي، اكس بعدين يمشي يمشي ينقسم الى قسمين، هذني القسمين يصيحوا لهم تيرمينال، تيرمينال برانشز، اوكي، الافرع النهائيه، اوكي. زين، فهذني الثنين اللي هو هذا، اللي هو هذا، اوكي، وهذا، هذني يصيحوا لهم تيرمينال برانشز اوف اكسترنال كاروتيد ارتري. شنو اسم هذني اللي صاعد لي فوق ومتفرع بعدين؟ يصيحوا له سوبر فيشل تمبورال ارتري، اوكي. اذا اول تيرمينال برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري هو السوبر فيشل تمبورال ارتري، تمام. التيرمينال برانش الثاني اسمه ماكسيلاري ارتري، اوكي. انا اعرف هي شويه، ها، شويه معلومات جديده عليكم، فنرجع نعيد. قلنا اكو نوعين من الارتريز اللي غذن الرئيسيات اللي غذن الفيس، منو هن؟ اكسترنال كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري. اكسترنال كاروتيد ارتري يعني العلاقه بشرحنا اكثر من الانترنال كاروتيد ارتري، ما علينا بالانترنال كاروتيد. اذا الاكسترنال كاروتيد ارتري يمشي بطريقه، ماشي، يجي من الركبه يصعد لفوق. اول برانش مهم يعطينا اياه هو الفيشل ارتري، اوكي. بعد وراها يمشي يكمل يصعد يطي برانشات نوعا ما الى ان يوصل تقريبا لحد هاي المنطقه، يعطينا برانشين. من ذني البرانشين؟ ذني البرانشين اسمهن تيرمينال برانشز اوف اكسترنال كاروتيد ارتري. ليش اسمهن تيرمينال؟ لان هو اخر منطقه وراها يتفرع. شو يعطينا من يتفرع التيرمينال برانشز؟ يعطينا هذا اللي اسمه superficial temporal artery ويعطينا الماكسيلاري artery، اوكي. كلش 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 مهمات ذني، يعني هن اكثر شيء راح يذكرن بالفيس، تمام. اذا الterminal branches مال الاكسترنال كاروتيد artery اللي هو هذا اللي جاي من النك اللي يغذي الفيس، من ان الterminal branches مالته superficial temporal artery والماكسيلاري artery. زين، هسه نرجع نكمل على شرحنا. وين كنا؟ كنا هنا بالكونتنتس والمحتويات، اوكي. قلنا التمبورال فوسه تحتوي على عضله واحده اللي اسمها التمبوراليس، تحتوي على ثلاثه نيرفات اللي هو الاوريكولو تمبورال وزيجوماتيكو تمبورال والديب تمبورال. ذني نيرفات تبو. زين، الفيسلز ايش تحتوي على اورده وشرايين؟ تحتوي على superficial temporal vessel. يا هو superficial temporal vessel، vessel يعني artery أو nerve، أوكي. superficial temporal مثلا artery، أوكي. يا هو superficial temporal artery، من هو هذا؟ قلنا هذا terminal branch من external carotid artery اللي هو، يا هو بهاي الصورة اللي هو هذا، خليها أشر بالأحمر، هذا الصاعد اللي فوق هو superficial temporal artery، تمام. هذا superficial temporal artery، شوفوا لاحظوا وين صعد، لاحظوا صعد على منطقة temporal fossa، اوكي. اذا temporal fossa تحتوي على superficial temporal artery و superficial temporal nerve، superficial temporal vein العفو، اوكي. زين، بعد ايش تحتوي؟ تحتوي deep temporal vessels، اوكي، اللي هم صايره ديب معناها جو التمبوراليس مفصل، اند ميدل تمبورال ارتري، اوكي.
الميدل تمبرال ارتري، هذا الميدل تمبرال ارتري، هذا برانش من السوبرفيشال تمبرال ارتري. اوكي السوبرفيشال تمبرال ارتري راح يفوت يعطي برانشات من هنا. اوكي هذه يصيحوا لها الميدل تمبرال ارتري. زين الديب تمبرال ارتري منين جاي؟ الديب تمبرال ارتري منين جاي؟ جاي من الماكزيلاري ارتري. يا ابو هذا من هو الماكزيلاري ارتري؟ الماكزيلاري ارتري قلنا عليه هو التيرمينال برانش مال الاكسترنال كاروتيد ارتري. ليش؟ لان الاكسترنال كاروتيد ارتري يعطينا برانشين، تو تيرمينال برانشز، من هم؟ سوبرفيشال تمبرال ارتري والماكزيلاري ارتري. اوكي سوبرفيشال تمبرال ارتري كله موجود بالتمبرال فوسه، والماكزيلاري ارتري يعطينا الميدل تمبرال ارتري اللي يروحن باتجاه التمبرال فوسي. اوكي ادري الموضوع شويه جديد، فيعني يحتاج لكم قرايه له على مود يثبت. اوكي يعني هي مو اكثر من مجرد فهم للمسار وفهم للكلمات الجديده، لا اكثر. زين هسه خلصنا محتويات مال تمبرال فوسي. شنو بيها؟ بيها واحده مصل اللي هي التمبوراليس، بيها ثلاثه نيرفات، ثلاث اعصاب، من هم؟ اوريكولو تمبورال نيرف، زيغوماتيكو تمبرال نيرف، والديب تمبرال نيرف. زين بعد ايش بيها؟ بيها ثلاثه فيسلز اللي هو سوبرفيشال تمبرال فيسل اللي هو ارتري اند فين يقصد بيه، والديب تمبرال فيسلز، والميدل تمبرال فيسلز، والميدل تمبرال ارتري العفو بس. تمام زين نجي على الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن شنو يقصد بيه؟ يقصد المناطق اللي تتصل بالتمبرال فوسه. زين اذا لاحظ انه التمبرال فوسه من فوق مسدوده، مسدوده عن طريق منو؟ عن طريق تمبرال لاينز. اوكي واصلا يعني هو ماكو شيء فوق تتصل به، مجرد يعني عظام. اوكي بس لي جوا اكو فتحه، لي جوا اكو فتحه، هاي الفتحه تودينا الى مناطق ثانيه راح ناخذها بالمحاضره الجايه والمحاضره اللي وراها. تمام فهنا ايش دا يقول؟ يقول الكوميونيكيشنز مال تمبورال فوسا اللي هي هاي between zygomatic arch laterally and infratemporal crest of greater ring of sphenoid medially the temporal fossa communicate with. اذا بين الزيغوماتيك arch laterally وبين temporal crest of greater ring of sphenoid bone medially بيناتهم هاي المناطق temporal fossa راح تتصل ويا الانفرا temporal fossa والarea of masseter muscle medially. ليش؟ خلينا نبغى على هذا الرسم. هذا الرسم اذا بغى عليه راح نلاحظ ان temporal fossa اللي هاي ماشي تنزل لي جوا عن طريق هذا السهم، منو محيط بها لحد ما يوصل السهم هنا؟ محيط بزيغوماتيك ارتش لاترالي والانفرا تمبرال كريست اوف جريتر وينج اوف سفينود ميديالي، هاي الاشياء المحيطه به. بعدين من ينزل لي جوا، اوكي من يكمل طريقه ينزل لي جوا راح يوصل هنا. هاي شنو اسمها؟ هذا القوس، هذا القوس اسمه الماندبولار نوتش. اوكي اخذناها بالمحاضرات السابقه. الماندبولار نوتش من يوصل للماندبولار نوتش راح تصير عنده فتحتين او طريقين، يا اما يروح منه ورا الريموس اوف ذا ماندبول، يا اما يصير قدام الريموس اوف ذا ماندبول. اذا راح ورا الريموس اوف ذا ماندبول راح يتصل ويا الانفرا تمبرال فوسا. شنو هي الانفرا تمبرال فوسا؟ من اسمها انفرا جايه من انفيريور معناه اسفل. اوكي تمبرال فوسا، تمبرال فوسا هاي انفرا تمبرال فوسا تمام. اذا الانفرا التمبرال فوسا من تنزل لي جوابيها تقسم الى قسمين، قسم يروح ورا الريموس اوف ذا ماندبول يتصل ويا الانفرا تمبرال فوسا، وقسم يروح لي قدام الريموس اوف ذا ماندبول يتصل ويا الماستر مسل. ماستر مسل هاي ماستر مسل بس احنا قاصيها يعني تصعد قدام. شنو هي الماستر مسل؟ قلنا هي واحده من المسلز اوف ماستيكيشن مسؤوله على حركه الجو، ترفع وتنزل، تساعد بعملية المضغ، حالها حال بقية muscles of mastication. تمام؟ إذا الكوميونيكيشن مال التمبرال فوسا صاير ويا الانفرا تمبرال فوسا ميديالي
الانفرا تمبرال فوسا ميديالي والاريا اوف ماسيتر مصل لاترالي. اوكي هاي هي كوميونيكيشن مع التمبرال فوسا. زين نانا نفس المعلومات هسه حاليا تقريبا خلصنا اغلب شيء بهذه المحاضره، البقيه كلها راح يصير مراجعه اوكي، وبعد اشياء جديده راح ناخذها بس شويه شويه. اوكي نرجع على هاي الصوره، ايش دنباوع؟ دنباوع على سوبيريور تمبرال لاين. اول شيء هاي التمبرال فوسه اوكي، هاي التمبرال فوسه متغطيه بفيشيا اوكي، هاي كلها فيشيا هيك اتجاه. زين هاي الفيشيا مرتبطه بخطين اسمه تمبرال لاين، جوا اكو خط ثاني اسمه انفيريور تمبرال لاين. اوكي انتيريورلي المنطقه الانتيريور مال التمبرال فوسه قلنا تتكون من الفرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك اللي هو هذا زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال. انفيريورلي قلنا تنقسم الى قسمين، بس منو محيط بها؟ محيط بها زيجوماتيك ارش لاترالي والانفرا كريست اوف تمبرال بون اوف جريتر وينج اوف سفينويد بون ميديالي، بعدين تنزل لي جوا تتصل ويا جزئين يا اما منا يا اما منا. اللي تتصل لي ورا الريموس يسموها الانفرا تمبرال اريا، فوق الريموس اريا اوف ماسيتر ماسل. تمام كل شيء منطقي يعني الى هسه المعلومات كلها مرينا بيها. قلنا اكو منطقه ضعيفه بالتمبرال فوسي اسمها التيرين، هاي التيرين من ينضرب عليها الواحد ممكن يسبب لنا هيماتوما ويضغط على الدم. كلها معلومات اخذناها الى هسه. زين اقترح اعطيكم استراحة من لحد 3 إلى 5 اوكي، وراح نكمل في حال يعني تعبت الحدود مالتها، عرفنا محتوياتها اوكي، عرفنا طريقة اتصالها بالتراكيب اللي صايرة inferior بالنسبة لها اللي صايرة جواها. هسه نجي ناخذ شوية تفصيل أكثر، نجي على التمبوراليس مصل. احنا قلنا التمبورال فوسه تحتوي على مصل وحده اسمها تمبوراليس. زين شنو هاي التمبوراليس مصل؟ يعني ملاحظه بسيطه انه كل عضله بالجسم عندها اوريجن وعندها انسيرشن، عندها اوريجن وعندها انسيرشن. اوكي شنو هو الاوريجن وشنو هو الانسيرشن؟ الاوريجن معناها منطقه الاتصال القريبه او بروكسيمال بروكسيمال يعني ما ادري، المهم هي اسمها منطقه الاتصال القريبه او منطقه الاتصال بالجزء الغير متحرك. اوكي زين الانسيرشن شنو هو؟ منطقه الاتصال اللي راح يصير عليه الشغل اللي راح يتحرك عن طريق هاي العضله. اوكي فالاوريجين هسه عرفنا شنو معنى اوريجين، اوريجين معناها منطقه الاتصال بالجزء الغير متحرك، يعني العضله تتصل بالعظم بجزء غير متحرك. اوكي والعضله نفسها تتصل بجزء متحرك ثاني، فالمنطقه مال الاتصال اللي ويا الجزء المتحرك يصيحوا لها انسيرشن. اوكي زين خلينا نباوع الاوريجين والانسيرشن مالتها وين. الاوريجين مال التمبوراليس مصل، هسه بدنا نحكي احنا على مصل، الاوريجين مالتها جاي من الفلور اوف تمبورال فوسا and deep surface of the temporal fascia. اوكي شنو معناها التمبوراليس مصل؟ الاوريجين مالتها مين جاي من الفلور اوف تمبورال فوسا. الفلور يا هو قلنا الفلور اللي يتكون من عظمه البريتال، من عظمه الفرونتال، من عظمه التمبورال، ومن الجريتر وينج اوف سفينويد. اوكي هذا هو الفلور اوف تمبورال فوسا هيجي منها، هاي كلها هاي المنطقة. إذا شلنا العضلة إذا شلنا تمبرالس راح تبين لنا الفلور أوف تمبرال فوس. إذا الأوريجن مال تمبرالس مصل، انتبهوا على اختيار الكلمات، الأوريجن مال التمبرالس مصل هو الفلور مال تمبرال فوس. أوكي زين بعد ديب سيرفيس أوف ذا تمبرال فيشيا، الديب سيرفيس مال تمبرال فيشيا شو يقصد بيا ديب سيرفيس اوف ذا تمبرال فيشيا؟ هذا الجزء، هذا الجزء ومغطي جزء من العضله، فهذا هم يعني الاوريجن مال التمبوراليس مصل. اوكي
إذن الأوريجما تمبوراليس مصل هو الفلور أوف تمبورال فوسي وكذلك الديب سيرفس أوف ذا تمبورال فيشي. هاي مو تمبورال فيشي، فالديب سيرفس مالتها يقصد بيه القاعدة، يعني إذا افترضنا إنه هي هاي التمبورال فيشي، هذا الجزء الملون اللي ليه فوق صاير، أوكي، اللي إحنا نباوع عليه، هذا السوبرفيشال مالتها، الجزء الخارجي. الجزء الداخلي اللي صاير من جوه، أوكي، هذا من جوه، هذا هو الديب سيرفس، فهو الاوريجن مال تمبرالس مصل هناك. زين، الانسيرشن، بس قبل الانسيرشن اكو معلومه مهمه. شو يقول؟ يقول the anterior fibers are vertical while the posterior fibers are horizontal. التمبرالس مصل اذا لاحظنا على هاي الصوره، لاحظ انه اكو خطوط. هاي الخطوط قلنا كل الفايبرز مال العضلات، يعني الشكل الخطوط مالتها يحدد وظيفتها. زين، فهنا نباوع انه هاي الخطوط تكون vertical، تكون عمودية، اوكي، لاحظ ترجع لي ورا تبدي تصير horizontal، تبدي تصير بالعوض اكثر الى ان توصل هاي المنطقة تقريبا completely horizontal، فهي تبدي vertical، اوكي، بعدين تنزل تصير horizontal. هاي الحركة مو عبطيا صايرة، وانما لها وظيفة معينة. خلينا نشوف شنو وظيفة الفيرتيكال فايبرز وشنو وظيفة الهوريزونتال فايبرز. هسه في الدوايه راح نعرف هاي المعلومه. ايش ده يقول بعد؟ ده يقول الانسرشن، احنا اخذنا الاوريجن، هسه ناخذ الانسرشن. الانسرشن مال التمبوراليس مسل يقول ذا فايبرز كونفرج انفيريرلي فورمينج ا تندن. اذا شو يقول؟ يقول الالياف العضليه، اوكي، تنزل لي جوا تتحد، كونفرج انفيريرلي الأسفل forming a tendon، تكون رابط، tendon معناها رابط، which passes deep to the zygomatic arch، يفوت باتجاه عميق من zygomatic arch، يعني لي ورا من zygomatic arch، احنا قلنا هذا هو zygomatic arch، اوكي، هي تفوت من لي ورا، اوكي، تفوت ورا to be attached to the all aspect of coronoid process of the mandible except its lateral aspect. اذا شنو معناها؟ التمبوراليس مصل مو تنزل لي جوا، اوكي، يعني هي الالياف مالتها تتجه بهذا الاتجاه، صايره هيك اتجاه. يجوا الجزء الانفيريال اللي مالتها تتحد الالياف مالتها، تكون رابط. هذا الرابط يمر ديب للزيجوتيك ارش ويرتبط بالكورونويد بروسس اللي هو هنا. اوكي؟ يا هو الكورونويد بروسس، قلنا الريموس اوف ذا ماندبل اللي هو هذا. يعطينا تو بروسسز. بروسس اسمه كوندايلر. كوندايلر. اللي هو يكون انه تي ام جي، مفصل التي ام جي، اوكي، والبروسيس الثاني اللي هو هذا صح ولا كورونويد؟ كورونويد، تمام. اذا الالياف العضليه مال تمبورالس مسل تتحد كونفرج انفيريرلي، اوكي، على مود تكون لنا رابط. هذا الرابط يتحد بالكورونويد بروسيس، اوكي، بكل الاتجاهات. شنو معناه الكورونويد بروسيس؟ هو مو مثل ما راسمه هسه نقطه، لا، هو دائرة، كرة، أوكي؟ كرة معناها بأكثر من سايد. زين، تجي هاي التندن، يجي هاي الألياف العضلية مال التمبوراليس تتحد بكل السايدات، بكل الاتجاهات مال الكورونايد بروسس ما عدا اللاترال. يا هو اللاترال، اللاترال هو هذا الجزء الخارجي، ما تفوت به الألياف، ما تتحد به الألياف العضلية مال التمبوراليس وير اللاترال سايد اوف ذا كورونايد بروسس، اوكي، من كل الاتجاهات ما عدا اللاترال، تمام. زين، بعد ايش يقول؟ اوكي، يقول اللاترال اسبيكت انتيرير بورتر اوف ذا ريموس اوف ذا ماندبل داون تو ذا ليفل اوف ذا لاست مولر. زين، هي مو ورا ما قلنا التمبوراليس مسل الالياف مالتها تنزل باتجاه الانفيرير، اوكي، تتحد تكون لنا تندن. هذا التندن يرتبط، يمشي ديب الزيجوماتيك ارش ويرتبط بالكورونويد بروسس بكل الاتجاهات ما عدا اللاترال، ماشي؟ وراها شيء يصير، وراها يكمل طريقه هذا التندن، اوكي، لحد الانتيريور بوردر اوف ريموس اوف ذا ماندبل، يكمل طريقه لحد ما يوصل هاي المنطقه، لحد ما يوصل اللاست مولر بالماندبل. يعني التندن مال تمبوراليس مسل من ممتد؟ ممتد من هنا، نازل لي جوا لحد هاي المنطقة، اوكي. مثلا يجي سؤال يقول تندن يصح وغلط،
يقول the temporal is muscle insert near the area of last maxillary molar. صح لو غلط؟ جواب غلط، يعني هو مو بالماكسيلاري مولر، باللاست مانديبولار مولر. اوكي، قريب من اللاست مانديبولار مولر. اوكي زين، هسه هذا الانسيرشن خلاص، شنو معناه؟ نرجع نعيد. ايش قلنا؟ قلنا الاوريجن معناها منطقة العضلة اللي تتصل بالعظم الغير متحرك، والانسيرشن منطقة العضلة اللي تتصل بالجزء المتحرك او العظم المتحرك. زين الاوريجن مالتها منين؟ الاوريجن قلنا فلور اوف تمبورال فوسا، قاعدة التمبورال فوسا، كذلك الديب سيرفيس اوف ذا تمبورال فاشيا. زين هذا الاوريجن. ايش قلنا بعد بها؟ قلنا الالياف العضلية او الفايبرز مالتها تكون فيرتيكال، الانتيريور تكون فيرتيكال والبوستيريور تكون هوريزونتال. زين الانتيريور والبوستيريور تجمعا بالانفيريور سايد، اوكي، ويكون لنا تندن. هذا التندن passes deep to the zygomatic arch، يفوت عميق بالنسبة أو ورا الزيجوماتيك arch. بمن يرتبط؟ يرتبط بالكورونويد بروسيس. شلون؟ يرتبط بكل الاتجاهات ما عدا اللاترال سايد. وراها وين يروح؟ وراها يمتد للانتيريور بوردر اوف ذا ريموس اوف ذا ماندبل لحد اللاست ماندبلر توث. تمام، هذا يمثل لنا الانسيرشن. ايش انسيرشن؟ يعني يتصل بالماندبل. عن طريق منه؟ عن طريق الكورونويد. ايش انسيرشن مره ثانيه؟ يعني الماندبل يتحرك. زين الاكشنز، شنو يقصد بالاكشنز؟ الفيرتيكال فايبرز، احنا قلنا التمبوراليس بها فيرتيكال فايبرز وبها هوريزونتال فايبرز. اوكي، الفيرتيكال فايبرز تكون باورفول اليفيترز اوف ذا ماندبل. ليش؟ يعني احنا قلنا الالياف العضليه واتجاهها تبين لنا حركه العضل او وظيفه العضل. فالفيرتيكال فايبرز، الالياف العموديه، تكون باورفول اليفيترز اوف ذا ماندبل، ترفع الماندبل. Powerful elevators. Okay. Elevate معناه يرفع. إيش يعني؟ هي منطقيا الألياف العضلية متجهة هذا الاتجاه. Okay. وهي متصلة بالكورونويد بروسيس. فهذا من راح ينزل لي جوه؟ تجي هاي الألياف تتقلص مثلا تصعد لي فوق، أو تنبسط تصعد لي فوق. Okay. حسب حركتها. فهي منطقية. إذا الألياف الـ vertical fibers of temporalis muscle مسؤولة على شنو؟ مسؤولة على الـ powerful elevation of the mandible، مسؤولة على elevation of the mandible. من النذني؟ mandible. من النذني؟ الـ vertical fibers. vertical fibers of منو؟ fibers of temporalis. of temporalis. تمام؟ إذن الـ vertical fibers of temporalis هي powerful elevators of the mandible. زين بعد ايش يقول؟ زين ايش بقانا؟ بقانا horizontal fibers. horizontal fibers شنو وظيفتها؟ retraction of the mandible of the protruded mandible. اوكي شنو معناها؟ نرجع همين نقول منطقيا. طيب شنو منطقيا؟ منطقيا يعني هي صايره horizontal fibers. اوكي متصله بالمانتبول. فشلون راح تكون حركة العضلة؟ راح تكون حركة العضلات منا أو من هذا الاتجاه. ليش؟ لأن هي أفقيا horizontal. أوكي؟ فشنو وظيفتها؟ شلون راح تحرك المانتبول؟ بهذه الطريقة راح تحرك المانتبول بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. شنو معناها؟ معناها هذا الاتجاه معناها retraction، سحب أو إرجاع المانتبول. أوكي؟ يعني رجع المانتبول لورا. protrusion معناها يبرز الماندبل، يقدم الفك السفلي للأمام. اوكي فهاي الالياف الافقيه وظيفتها retraction of the protruded mandible. retraction of منو؟ الماندبل المتقدم. يعني وظيفه الالياف العضليه مع التمبوراليس ترجع الماندبل اذا تقدم لقدام. اوكي زين شنو بعد يقول؟ ملاحظة بين قوسين، يقول only retractor of the mandible، الريتراكتر الوحيد للماندبل. مع العلم انه هو ذاكر اكو عضلات همين تسوي retraction، ممكن يقصد حركة بغير طريقة، كني هنا قال للبروتروتيد ماندبل. تمام؟ بعد يقول it helps also
side to side movement of the mandible. يا هو side to side يعني حركة اللي بهذا الاتجاه ذاك الاتجاه، من الفتش يروح laterally، يروح يمنى ويسرى. اوكي، هم تساعد بهاي الحركة. زين، نانس ايش راح ياخذ؟ راح يروح على النيرف سبلاي، راح يروح على التمبوراليس مسل، منو يغذيها؟ اوكي، احنا ايش قلنا كل نيرف اكو بالتمبوراليس مسل بالتمبورال فوسة؟ قلنا اكو ثلاثة، والريكورو تمبورال نيرف يكون هذا شكله، الزيجوماتيكو تمبورال نيرف اللي يكون هذا شكله، والديب تمبورال نيرف اللي ما بينات اللي صايره جوا العضله. فمنو يغذي التمبوراليس مسل؟ يغذي التمبوراليس مسل هو الديب تمبورال نيرفز. زين، الديب تمبورال نيرفز يعني المفروض هسه يكون هذا الحكي واضح. ليش؟ يعني احنا بالمحاضرات السابقه ذكرنا انه المسؤول على اول شيء، لا ذكرنا انه التمبورال مسل او التمبوراليس مسل هي واحده من المسلز اوف ماستيكيشن، هي واحده من عضلات المضغ. اوكي، فعضلات المضغ ذكرنا بعد وراها قلنا عضلات المضغ يتحكم بهن نيرف واحد اللي هو الماندبولار نيرف اوف الترايجيمينال. اوكي، فمنطقيا من نقول ان الديب تمبورال نيرفز يغذن التمبوراليس مسل، معناها الديب تمبورال نيرفز طالعات من الماندبولار نيرف. اوكي، ممكن الحكي هذا يبين معقد، بس من راح تقروه وتركزون بي راح تفهموا ايش مكتوب. هسه ايش مكتوب بهذا السلايد؟ مكتوب انه النيرف سبلاي مال هاي العضله هو الديب تمبورال نيرف. اوكي، حط على صفحه ديب، حط كلمه ديب تمبورال على صفحه. اوكي، زين، احنا ايش قالين بالنيت المحاضرات السابقه؟ قالين انه شو نحط على صفحه؟ قالين انه التمبوراليس هي مسل اوف ماستيكيشن من عضلات المضغ. اوكي، ايش قالين بعد؟ قالين انه الماندبولار نيرف اوكي اللي هو جزء من الترايجيمينال نيرف يغذينا عضلات المضغ. اوكي، اذا التمبوراليس النيرف سبلاي من الماندبولار، وهنا ايش مكتوب؟ التمبوراليس النيرف سبلاي من الديب، اذا منطقيا الديب تمبورال هو بارت من الماندبولار نيرف، هو برانش من الماندبولار نيرف. يعني الديب تمبورال نيرف اللي دي يقول عليها هو جزء من الماندبولار نيرف، والدليل هو كاتبها النيرف سبلاي مال تمبوراليس. يقول ديب تمبورال نيرف فروم انتيرير ديفيجن اوف ماندبولار نيرف. اوكي، المحاضرة الجاية راح ناخذ الماندبولار نيرف ونقسمه ونشوف تفرعاته كلها. اوكي، فهاي هي التمبوراليس مسل. هاي الصورة مدري يا جمجمة، مدري منو راسي هيك هالحجم بحيث هيك جايب، بس لا هو الصورة ماطة يعني كبرها. فعلى كل حال احنا ايش دنباوع؟ دنباوع انه اكو مثل الطبقة الرقيقة، دنباوع انه اكو عضلة، هاي هي التمبورال فوسة. اوكي، العضلة هاي اسمها تمبوراليس، عرفناها اسمها تمبوراليس. هاي الطبقة الفوقها هي التمبورال فيشيا، هاي الطبقة هي التمبورال فيشيا. زين، بعد ايش دنباوع؟ دنباوع على الماستر مسل. شلون عرفت هاي ماستر؟ ليش؟ لان هذا كوندايلاروسس، هذا الريموس اوف ذا ماندبل، هاي يجي هنا يعطينا هنا ينزل لنا الباقي. اوكي، هذا الريموس، فوق الريموس اكو عضله ثخينه، يا هي العضله، هاي هي العضله، شنو اسمها؟ اسمها ماستر مسل. اوكي، هاي القناه الصغيره اللي قلنا تمشي فوق الماستر مسل وتروح للانتيرير بوردر وتخترق العضله اللي جواها، ممكن بزاويه 90، احنا انا ما كنت متاكد من عندها، شنو اسمها هاي؟ هاي اسمها الباروتيد داكت، قناه الباروتيد جلاند اللي تنقل اللعاب او الافرازات الى داخل الفم، اللي تفتح اوبوسيت تو ذا سكند مولر توث. زين، بعد ايش دنباوع؟ دنباوع العضله اللي اليافها صايره هيج وصايره جوا الماستر مسل، شنو اسمها؟ اسمها البوكسينيتر مسل. اوكي، تنبوع على عضلات الفيشل اكسبريشن اللي قلنا يتحكم به النيرف اسمه الفيشل نيرف. تمام، هاي كلها ملاحظات نفصلها لازم، انا مود نعرف
نجد نباوع، لأن كل صورة هي مهمة وتعتبر مراجعة. نرجع، إذا نباوع، نباوع على التمبرال فيشي، نباوع على التمبوراليس مسل، هاي المنطقة كلها يصيحوا لها تمبرال فوسة، الحدود العلوية مالتها السبيريور تمبرال لاين والإنفيريور تمبرال لاين، دي جوا تتحد ويا من؟ ويا الكورونويد بروسس، بكل الجهات ما عدا اللاترال سايد، وراها تتجه لي جوا بالاتجاه الانتيريور بوردر اوف فريمس اوف ذا ماندبل، الى ان توصل ماندبولر لاست مولر. اوكي، هنا أنا مكتوبه الاوريجن تمبرال فوسا والتمبرال فيشيا والانسيرشن كورونويد بروسس اوف انتيريور بوردر اند انتيريور بوردر اوف ذا ماندبل. زين، نفس الشيء هذا الرايد، بقيت الاستاذ كله هيك، هذا مجرد هاست يبين لنا طريقه الارتباط. يعني هاي المنطقه ما بين الصوره هي التمبرال فوسا، فقلنا الالياف تتجمع انفيريرلي، الالياف الطولانيه والافقيه تتجمع انفيريرلي، عم تكون لنا تندن رابط. هذا الرابط وين يرتبط؟ يفوت ديب للزيجوماتيك ارش، اوكي، ويرتبط بالكورونري بروسس، كل الجهات ما عدا اللاترال سايد ما يرتبط به، وراها ينزل الانتيريور بورتر لحد ما يوصل للاست. اوكي، هسه ايش راح يبين؟ راح يبين انه كم ارتري او الارت الفيسلز اللي موجوده بهاي المنطقه. اوكي، احنا اخذناها الفيسلز اللي موجوده بهاي المنطقه، قلنا موجود السوبر فيشال تمبرال، موجود الديب تمبرال، موجود الميدل تمبرال فيسلز. اوكي، ايش قلنا بس قبلها ملاحظه، هاي الصوره شويه ما واضحه به بس همين افضل، انا متعودنا انه الصعوبه على السلايدات الصعبه. اذا لاحظ هذا اللي هنا نتبع هذا السهم المؤشر عليه، هذا من هو؟ هذا الاكسترنال كاروتيد ارتر اللي قلنا يعني هو تقريبا اهم واحد يغذي الوجه. ليش؟ من يصعد لي فوق راح يعطينا برانشين تيرمينالز، من هم؟ السوبرفيشال تمبرال ارتري والماكسيلاري ارتري. اوكي، سوبرفيشال تمبرال ارتري يمشي فوق الفيشيا ويصعد لي فوق ويعطينا برانش اللي هو الميدل تمبرال ارتري، الماكسيلاري ارتري يعطينا الديب تمبرال ارتري اللي يفوتن جوه التمبوراليس مصل ويغذن التمبورال تمبوراليس مصل. اوكي، زين، فهاي الصوره انا ما اريد بس تقروها بس اللي لها علاقه، لا تيكون باقي الكلمات تيكون مثلا هناك مكتوب بوكال ارتري اند نيرف، نيجي نباوع البوكال ارتري اند نيرف منين طالع؟ طالع من الماكسيلاري ارتري، وهكذا. فهاي الصور لازم كلها تقرون التاشيرات اللي بيها. تمام، زين، هنا هاي الصورة تقريبا هي هاي آخر شيء. شو نشرح بيها؟ رح نشرح بيها النيرف. إذا سألت حاليا هذا يا نيرف، هو مكتوب أوكي، بس أنا أريدكم يعني تحفظون هاي الصورة، تحفظوها ببالكم يعني. هاي الصورة ايش يشرح بيها؟ يشرح بيها النيرف معين، هو الماندبولار نيرف. من هو هذا الماندبولار نيرف؟ اللي الماندبولار نيرف هو النيرف اللي هو جزء من التراجمينال نيرف، لكنه ينقسم الى ثلاثة، اوبثالميك وماكسيلاري ماندبول. الماندبولار نيرف يطلع من فورامن معينة اسمها فورامن اوفالي. اوفالي، اللي قارئ المحاضرات مع العظام راح يعرف من هي الفورامين اوفالي. فورامين اوفالي هي الفورامين اللي كنا موجوده بالسفينويد. قلت لكم وقت هاي الفورامين كلش كلش مهمه. ليش كلش كلش مهمه؟ لان يعني يطلع من عندها الماندبولار نيرف. اوكي، اذا الماندبولار نيرف يطلع من فتحه اسمها فورامين اوفالي. زين، ورا ما يطلع يجي يتوزع، ينقسم الى عده برانشات. اوكي، انا بس هذا شرح بسيط ما راح اشرحه كله. ينقسم الى انتيرير ترانك، انتيرير وبوستيرير، ومن الميني ترانك. الانتيرير يطي برانشات معينه والبوستيرير يطي برانشات معينه والميني ترانك يطي كم برانش. اوكي، راح ناخذهم بالمحاضرات الجايه، بس اللي تعرفون انه الماندبولار هو جزء من الترايجمينال.
اوكي، من هو الترايجمينال؟ مسؤول على السنسوري انرفيشن اوف ذا فيس. الماندبلر من يطلع؟ يطلع من الفورام من اوفالي، اوكي، وينقسم الى انتيرير وبوستيرير ومينيترانك. رباط وين؟ رباط هي التمبرال فوسي. انه قلنا التمبرال فوسي بها ثلاث نافات، اوريكولو تمبرال اللي هو هذا يصعد بالتمبرال فوسي، الديب تمبرال اللي هو هذا، اوكي، وقلنا الزايغوماتيكو تمبرال اللي هو منه. بس الزايغوماتيكو تمبرال جاي منين؟ جاي من الماكسيلاري برانش اوف ترايجمينال. احنا بدنا نحكي على الماندبولر برانش اوف ترايجمينال، تمام؟ فالماندبولر برانش يعطينا برانشين عده يصعدن بالتمبرال فوسا، من انه اوريكولو تمبرال نيرف تبوا على شكله، وهون فايد كلش قريب من فتحه الاذن، اوكي، يعطينا الديب تمبرال نيرفز اللي يروحن يغذن التمبوراليس مصل، تمام. هاي همين تبين ان هاي الصورة تبين ان الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو يجي منها، اوكي، يصعد لي فوق يعطينا السوبرفيشال، هنا يعطينا الماكسيلاري، ثاني تيرمينال برانشز مالته. هاي بقية كلهن نفس الشيء، يعني باو على هاي الصورة، شنو يختلف؟ كل شيء ما يختلف، لأن يعني هذا الاكسترنال كاروتيد يقدر يغذي الفيس. شنو اسمه؟ اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. يعطينا تيرمينال برانشز من انه سوبرفيشال تمبرال ارتري، اوكي، والماكسيلاري ارتري، تمام. سوبرفيشال تمبرال ارتري يكمل بمشيه، تمام، فوق يمشي فوق الفيشه، يكمل يصعد لي فوق يعطينا منه، يعطينا الميدل تمبرال ارتري. اذا لاحظ على هذا الرسم اكو هذا التاشير، هذا هو السوبرفيشال تمبرال ارتري، صحيح؟ نباوع على هذا التاشير من هنا لهنا، هذا منه، هذا الميدل تمبرال ارتري. مين طالع؟ طالع من السوبرفيشال تمبرال ارتري. شنو يغذي؟ يغذي منطقه التمبرال فوسا، اوكي. بعد شنو يعطينا؟ الاكسترنال كاروتيد يعطينا السوبرفيشال تمبرال ارتري، ويعطينا الماكسيلاري ارتري. ماكسيلاري ارتري شنو الربط ويا التمبرال فوسا؟ يعطينا الديب تمبرال ارتري، اوكي. وها هي وبس، هاي هي، يعني هذا الشرح اللي خلال تقريبا ساعة وشوية هي التمبرال فوسيت. أنا شرحت يعني هذا كل هذا الوقت أخذ طويل لنعيد بالمعلومات، أوكي، بس أنتم هم يحتاج تقروها كلش هواي، يعني إذا ما قريتوها فهذا كله هيك يروح، يعني تنسوها بعد فد أسبوع أو 5 أيام تنسي، أوكي، فلازم تقروها وتركزون على الكلمات والمفردات كل جزئية، أوكي. انا مضمن هاي المحاضره بها اكو بعد سلايدات خاصه عن الاورده، بس ما راح الحق اشرحها اليوم، فراح نشرحها بالميتنجات الجايه، تمام. واي سؤال عندكم او ملاحظه، اذا تحبون هسه افتح المايك، او اذا تريدون تفوتوا لي على الخاص او بالجروب مو مشكله.